الصدى كان جيدا حسين، خاصة بأن هذه تعبر عن المسألة السياسية والأدبية لوزير الداخلية وللحكومة أمام الشعب وأمام الملك عبد الله الثاني، الذي أكد في تغريدته بأن لا أحد فوق القانون، وهذا هذه كانت رسالة واضحة للجميع بضرورة ضبط جميع المتورطين، وبالتالي على خلفية الشغب وبعض التجاوزات وخرق أوامر الدفاع جاءت استقالة وزير الداخلية، حيث تم تكليف وزير العدل بإدارة وزارة الداخلية إلى حين تكليف وزير داخلية جديد. كانت هذه رسالة ومؤشر على ضرورة ضبط جميع المتورطين وعدم التهاون في تطبيق القانون. بخصوص القانون، هناك تصريحات منسوبة لوزير الدولة محمود الخرابشة بأنه آن الأوان لتعديل قانون السلاح في الأردن. ما حقيقة هذه التصريحات؟ بالفعل كانت هناك تصريحات لوزير الدولة محمود الخرابشي يؤكد فيها على ضرورة تعديل قانون السلاح، لطالما كان هذا القانون هو مثار جدل في الأردن، وتم إدخال بعض التعديلات عليه خلال الفترة الماضية، ولكن لازال هناك حاجة لضبط السلاح في الأردن. أكد الخرابشي بأن لابد من ثلاثة بنود، أولها منع السلاح الأوتوماتيكي ليكون متواجدا ما بين المواطنين، من جهة ثانية أشار إلى أن الرعاة وبعض من يعملون في أطراف البادية بحاجة لوجود سلاح معهم، ولكن هذا السلاح لا يتضمن السلاح الأوتوماتيكي الذي رأيناه في الفيديوهات المتداولة، ولكن السلاح الفردي، بالإضافة إلى ضبط من يحمل السلاح ورخصة السلاح التي كانت متاحة للجميع. في حين يرى المراقبون بأن هذه الفيديوهات المتداولة هي مؤشر خطير لانتشار السلاح بين المواطنين، خاصة عندما نتحدث عن السلاح الأوتوماتيكي والذي تم استخدامه في الفيديوهات. لذلك فإن المراقبين يرون اليوم، وبحسب كما أيضا تصريحات الخرابشي، بأنه بات من الضروري ضبط السلاح، بات من الضروري أيضا تشديد العقوبات، وبأن تكون عقوبات رادعة لمن يستخدم السلاح، خاصة في ظل انتشار ظاهرة استخدام السلاح في الأفراح وفي بعض المناسبات، وهذه مؤشر أيضا خطير، حيث أن استخدام الأسلحة بهذا الشكل وخرق قوانين الدفاع هو تمرد. لذلك كان هناك انتشار أمني، كان هناك ضبط للمخالفين، وفي حين اليوم نحن نتحدث خلال ساعات ما بعد الظهر تم إعادة الهدوء إلى جميع محافظات المملكة، ولكن لا زالت الحكومة والأجهزة الأمنية تتابع كل من ظهر في الفيديوهات. مع هذا الانتشار الأمني الكثيف بعد أعمال الشغب، هل بالفعل عاد الهدوء إلى الشارع الأردني ونحن نلاحظ من خلفك وجود جنديين في الصورة؟ نعم، لا زال هناك انتشار أمني، هناك أكثر من 40,000 رجل أمن يتواجدون في محافظات المملكة. تم إعادة الهدوء، تم ضبط كل المخالفين وتحويلهم إلى المدعي العام. أكثر من 260 من المخالفين تم ضبطهم وتحويلهم إلى القضاء، ومنهم نواب أردنيون في المجلس الجديد، ولكن لا زالت الأجهزة الأمنية تتابع الفيديوهات التي ظهرت والمتداولة، وتقوم بضبط كل الموجودين في الفيديوهات، وكل من حمل السلاح فيها سيتم ضبطه وسيتم تحويله إلى المدعي العام. إذن على الرغم من عودة الهدوء، إلا أن الأجهزة الأمنية لا زالت تتابع كل المخالفين، تم التعميم على كل المركبات التي خالفت وخرقت حظر التجول، وسيتم ضبطهم وتحويلهم للقضاء. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات الزميلة دمى الكردي مراسلة الغد، كنت معنا من العاصمة عمان.